الشرارة الأولى لهذه المنطقة وسط بغداد. العمل الكبير راح يكون هو تأهيل شارع الرشيد، وشكلنا لجان عديدة لتأهيل المقطع الأول من شارع الرشيد اللي هو من الميدان إلى ساحة الرصافي، وأيضا مقطع آخر في منطقة حافظ القاضي باتجاه ساحة الوثبة واللي طورناها مؤخرا وكان تمثال الفارابي العظيم اللي موجود صاحب المدينة الفاضلة، وكنا قاصدين أنه نضع عمل الراحل إسماعيل فتاح الترك للفارابي العظيم لننشر كل القيم السامية في هذه المدينة الرائعة. أيقونة بغداد أصبح المتنبي حالة حال، والأفضل طبعا دائما مثل شارع الفلاح، شارع الصناعة، شارع المحيطة بالمقبرة الملكية. هاي الأيقونات المهمة اللي صارت نتيجة نهضة بغداد وبإشراف مباشر من دولة الرئيس الكاظمي. نحتفي جميعا بهذه، احتفينا بافتتاحها في ليلة رأس السنة، وأيضا اليوم نحتفي باحتفاء بتأسيس ذكرى تأسيس الجيش العراقي الباسل، وأيضا مناسبة رأس السنة الجديدة وعيد الشرطة قريبا أيضا، وهذه وأيضا الدورة البرلمانية الجديدة اللي هي تجسد العملية الديمقراطية اللي نتأمل كليتنا أنه تنشر الاستقرار والسلام والتطور والنمو لبلدنا العراق. ولذلك كان أن يعني هدف مهم أن يكون هذا الاحتفال والكرنفال هذا من خلال هذه الأعمال التطويرية اللي والنهضوية اللي تحدث في مدينة بغداد وأهمها المتنبي.